والمحلات المخصصة لأعياد ميلاد ولادكم. صار كل اسبوع مثلا بيجي لعنا بيسالك انه هيدي فينا نستعملها لانه بتضل مثل ما قال بعدكم عم بتبيعوا منها. نحن من زمان مش من هلا متواصل نحن معهم، كل اسبوع بيجي لعنا بنقول له انه هيدي اذا بتحطها حطها على كعب الفلين ما تحطها على الجاتو، كرمال ما الاثر بده ينزل منها البارود ما ينزل على الجاتو لانه بيسمم. هيدا الفولكينو من بعد ما الدراسه اللي صارت واضرارها وشو ممكن تساوي وتدربي صحه الاولاد ما بنحس انه تغير شيء. ما بعرف هلا دور وزاره الصحه شو هيدا الموضوع، هيدا هي مواد جوا السوق اللبناني ونحن ما بنبيعها، بس كمان الزبائن اللي عم تشوفها معنا. اخذنا بوليسي انه ممنوع بقى نحط هذا الفشفاش، لانه نحن اهم شيء عندنا سلامه الاولاد وال يعني هذا الشيء بضرهم لبعدين، ناطرين البديل اللي بده يطلع محلهم، يعني دفنتلي كل شيء بيوقف بيطلع شيء محله. اكيد خف حتى لو كنا عم نعرض على الزبون كدول فاير ما بيخف. من بعد الدراسه لا بعد العين عم تاخذ شمع. هالجولة السريعة اللي قمنا فيها بالإضافة إلى عدد كبير من الاتصالات الهاتفية اللي عملها فريق الإعداد بيّنت أنه المبيع ما نزل أو على القليلة بعده هو العالم اللي ما كانت تستعمل هالشموع النارية بعد ما بتستعمل، الناس اللي بتستعمل عم تستعمل لأنه هيدا الشيء بيجيب فرح للولاد، ويبدو أنه العالم ما اقتنعوا بهيدي الشغله. حسب المبيعات ما نزلت. هلا بسيرش عملناه في باوروبا يبدو الشموع اللي مستخدمه بلبنان ممنوعه باوروبا، لانه باوروبا عم ينكتب على هالنوع من الشموع الناريه انه خاليه من هالمواد اللي ممكن تسبب مشاكل. ليه هالمواد مش موجوده بلبنان؟ هذا هو سؤالنا للاسبوع المقبل لنتابع هذا الموضوع. الاسبوع